كامبياسو مررها ناحية اليسار الآن، كرة خطيرة، بيحاول مرور، كرة معاه، ممكن يحضر ويشوت، حطها، الله، ويتابع حطم الجول، أوه، جول، جول، ألفاريز، ألفاريز، الضغط لليوفي واللعب لليوفي، ولكن الخلاصة للإنتر، الخلاصة للإنتر، ليكي ألفاريز، سكند بول، شوف الكرة، شوف خلاصة اللقاء، العب يا الانتر، العب يا اليوفي مثل ما تريد، ولكن الجور كما انا اريد، هذا يقول الانتر باختصار، والفارس ينهي هذه الكره. شوف التسديده، ردت من بوفون، ردت من بوفون، والكره الثانيه على طول بالانتظار، الارجنتيني بالانتظار، ويضعها باختصار في شباك فريق اليوفي، وهو اللقاء الذي اختصره فريق الانتر، واقل الهجمات ما قل عددها وبان اثرها، وهذه المباراة بان أثر فريق الإنتر مع قلة عدد الهجمات، منطقة ممنوع تكتيف المهاجمين، وبالتالي الآن ضربة الجزاء، وهاندونوفيتش يتصدى ويترقب لمن سينفذ هذه الكرة. المحارب التشيلي في مواجهة هاندروفيتش، فيدال، وين بيحطها فيدال؟ وين حطها؟ جول جول جول، ضربة جزاء، والمحارب التشيلي فيدال يرجع النتيجة وإلى التعادل 1-1. الآن 1-1، حطها قوية، حطها قوية على يسار حارس المرمى هاندروفيتش، والتعادل في هذه اللحظة، وقبل ختام شوط المباراة الأول ببضع دقائق، يسجلها بشكل جميل، نفس اتجاه حارس المرمى هاندونوفيتش، راح لها وكاد أن يلمسها وكاد أن يصدها، ولكن المحارب التشيلي يسجل، المحارب التشيلي ينفذ بكل